يستحق الفيتو له فستخسر أكثر مما ستحصل عليه، لأنها ستخسر بعد 6 أشهر المفاوضات أو المساومات السياسية التي تستخدمها لإقرار استمرار قرار مجلس الأمن لعبور الحدود. فهي لها مصلحة، هي ستخسر أيضا القدرة على مراقبة الأمم المتحدة والتي هي تستطيع أن تؤثر عليها الحكومة الروسية كجزء وكدولة دائمة عضوية في مجلس الأمن لكي تضبط ما يدخل وما يصل إلى المحتاجين في شمال غرب سوريا. هذا كله ستخسره في حال خسرت القرار. روسيا تريد القرار، ولكن تريد القرار الذي يناسبها وبالثمن الذي يناسبها، بالثمن السياسي كائنا ما كان الثمن الإنساني.